معانا على التليفون أستاذة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية وخريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب. أستاذة إيمان أهلا وسهلا بحضرتك، وعايزينك تكلمينا عن دور البرنامج الرئاسي في ترسيخ قيم العمل التطوعي. أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. البرنامج الرئاسي طبعا يعني كان هو هدفه في الأول وفي الآخر كان عمل تطوعي، لأنه هو كان هدفه إنشاؤه في البداية مجموعة من الشباب بيتدربوا للتأهيل لمهام منها تطوعية منها العمل العام أو منها مناصب يعني سياسية أو تنفيذية. ده اللي حصل فيما بعد في المراحل المتقدمة للبرنامج، بس البداية كان العمل التطوعي، إن إحنا دايما كنا بنشارك مؤسسات الدولة، مؤسسات المجتمع المدني من خلال مبادرات، ويمكن كانت آخرهم مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها سيادة الرئيس، وكانت بتهدف إن هي بتوزع المساعدات للأسر وفي القرى الأكثر احتياجا. فكان الشغل فيها بيقوم فعلا على العمل التطوعي، إن إحنا إزاي نقدر نوصل للناس ديت من خلال قاعدة البيانات اللي موجودة ونقدم ليهم المساعدات. ايه اللي بيمثلوا ليكم الاحتفال النهارده باليوم العالمي للتطوع؟ يعني انتوا اليوم ده بتقضوه ازاي؟ بنقوم زي ما قلنا لحضرتك قبل كده، يمكن دي اخر حاجه كانت موجوده معانا، وحتى برضو فيما يخص التصالح، فيعني برضو كان من حاجات المستهدفه في البرنامج ان احنا نوصل للاسر أو الأفراد اللي ما بيقدروش يدفعوا قيم التصالح بتاعتهم، فالبرنامج بيقدر بيساهم في حاجة زي دي، بالإضافة إن إحنا بنساهم في المبادرات اللي بيطلقها سيادة الرئيس اللي خاصة بالصحة واللي خاصة بالتعليم. إحنا بنشارك فيها كشباب برنامج، بنقدم دورنا إحنا وكمجهودنا كشباب، إن إحنا بنبقى جزء من العمل الجماعي اللي بيتقام في بالنسبه للمبادرات اللي بتقوم في الصحه وفي التعليم. طب الى اي مدى العمل التطوعي استاذه ايمان بيسهم في ترسيخ مفاهيم وقيم المشاركه المجتمعيه، الاحساس بالمواطنين الاخرين كمان؟ تمام، هو اكيد ان احنا بنقوم بعمل بدون مقابل، بمعنى ان انا ازاي اشارك لمجرد ان انا عايزه اساعد اللي قدامي او ان انا اوصل خدمه لناس محتاجه. فطبعا لما بنتعامل بالاسلوب ده هو بيحفز الناس اللي حوالينا، سواء يعرفونا عن طريق التلفزيون او ما يعرفوناش اول مره يسمعوا عننا. فلما بنشتغل الشغل دوت بيقول فعلا ان شباب مصر بخيرها، احنا بنبقى بنمثل يعني جزء من مجتمع كبير جدا لان عدد الشباب كبير في مصر، فاحنا لما بنعمل كده بنبقى زي قدوه لغيرنا ان احنا يعملوا زينا. وطبعا كلنا بنستفيد من بعض، يعني احنا برضو بنشوف برضو مجموعة من الشباب تانية بنطلع على تجاربهم، بيبقوا مش متسلط عليهم الميديا او الاعلام، فبنبدأ نتعرف عليهم وبنحاول قدر الامكان ان هم كمان يتسلط الضوء عليهم، وبتطلع فعلا نماذج مشرفة. يمكن المؤتمرات الشباب اللي كانت بتقام لغاية اخر مؤتمر اتعمل في مصر قبل جائحة كورونا، كان دايما بيسلط الضوء على نماذج مجتهدة وعملت إنجازات في العمل التطوعي والعمل العام بشكل عام، وبيتم تسليط الضوء عليها. فبالعكس احنا دايما بنستفاد من بعض، لأن العمل في الواقع بيخلينا نتعرف على تجارب بعض ونفيد بعض، ويبقى ده كله في صالح المجتمع. طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا استاذه ايمان ريان، نائب محافظ القليوبيه. شكرا لحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله.